السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ زي ما احنا شايفين كده السوق زحمه جدا. بقى النهارده يوم الجمعه والسوق زي ما احنا شايفين زحمه جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، في انواع كتير من الاسماك بدات تظهر في سوق الانصاري وبدات تكتر. يلا بينا نشوف نوع سمكه جديد برده موجود وتعتبر من الاسماك الشعبيه المطلوبه جدا هنا في محافظه السويس. تعالوا مع بعض نتعرف على نوع السمكه دي وكمان سعرها. يلا بينا. السلام عليكم. كنا عايزين نتعرف بقى على نوع السمكه دي اسمها ايه؟ ده زرقان. بيسموه زرقان؟ بيسموه ايه؟ مغازل في اسكندريه. مغازل في اسكندريه وزرقان هنا في السويس. تعتبر من الاسماك الشعبيه المطلوبه هنا في السويس طبعا. وسعرها كام بقى السمكه دي؟ من 30 ل 35. من 30 ل 35 السعر الشعبي بتاعها. افضل حاجه ليها ايه؟ قلي او شوربه. قلي او شوربه؟ طيب من فصيله ايه السمكه دي؟ لما بتكبر بتبقى سمكة عجام او براكودا، مش كده؟ دي تعتبر من الاسماك الشعبية المحببة جدا هنا في السويس. بقولك لحمها في شوك كتير وابيض ولا ايه؟ أبيض. انا حاسة انها شبيهة شوية من سمكة الحارس. حاسة انها شبه الحارس شوية، لكن في الطعم تختلف جامد. في الطعم الحارد اعلى منها. الحارد اعلى منها، بس يعني في ناس طبعا بتحبها. والاكل عامه اذواق زي ما احنا شايفين. دي اسمها زرقان، ولما بتكبر بتبقى اسمها عجام او باراكودا. وان شاء الله برضه هبقى اصور لكم النوع الكبير منها باذن الله لما لقيت السوق هنا. وده كده كان فيديو قصير جدا، حبيت بس انوه على نوع السمك ده للي ما يعرفوش. وان شاء الله انتظروني في مزيد من الفيديوهات، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.